صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تن، ويوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد. وصباح الورد عليك يا نور. صباح الورد عليك يا مها، وصباح السعادة والسكر زيادة على كل الناس اللي بتتابعنا وكل مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم صباح الورد، هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 11. يا رب ان شاء الله حلقتنا تعجبكم ويكون فيها اي فقرات بقى كده مختلفة، فنية واجتماعية وثقافية وكل حاجة. عندنا فقرات كتير يا نور. النهاردة هيكون في حوار مهم جدا مع الأستاذ هيثم الحاج ورئيس الهيئة المصرية للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب. قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض في اليوبيل الذهبي ليه، لقائنا هيكون مباشر على الهواء مع رئيس معرض الكتاب من مقر الهيئة العامة للكتاب عشان نعرف تفاصيل كتير جدا عن واحد من أهم دورات المعرض، مش بس لأن احتفالات اليوبيل الذهبي، لكن لأنه بيشهد اهتمام إعلامي كبير جدا وحضور مصري وعربي ودولي على أعلى مستوى. يعني مهم قوي التوعية، مهم التركيز الإعلامي على المعرض ده زي كل سنة، وكل سنة تكون أكتر من اللي قبلها، لأن ما فيش بديل يا جماعة عن القراءة. يعني في مقولة في مثل إنجليزي بيقول لك readers are leaders، إحنا بنقول إن القارئ لا يهزم. مظبوط، المفروض انه الناس كلها هيكون عندها وعي انه معرض الكتاب ده حاجه مهمه جدا. خدوهم ولادكم الصغيرين وروحوا بيهم معرض الكتاب، وروهم المعرض وخلوهم يختاروا قصص، خلوهم يختاروا كتب تكون بسيطه وصغيره، تكون على قد فهمهم، بس المهم ان احنا ننمي جواهم او نعزز جواهم فكره حب الكتاب. حب الكتاب الورقي ده شيء مهم جدا جدا. خلينا نتابع يا ترى المعرض هيكون في ايه السنه دي. اما بقى الفقره الثانيه معانا هتكون حلقه جديده من سلسله يعني سلسله صناعيه الفن اللي احنا تعودنا معاكم كده من اسبوعين ان احنا نعملها، وبدأناها حقيقة هي لقت ردود فعل ايجابية جدا وواسعة، وناس كتير ابدت اعجابها بالموضوع ده، وكمان بالاخص طبعا هم بدأوا يرشحوا بقى ناس كمان لينا، يقولوا لنا اسامي نجوم خلف الكاميرا في مجالات ومهن مختلفة في السينما والدراما. النهاردة ضيفنا ونجمنا هيكون استاذ ابراهيم عمران. استاذ ابراهيم عمران هو واحد من اهم العاملين في مهنة الريجيسير في مصر، وبقاله تقريبا 50 سنة بيشتغل وسط كبار النجوم في السينما والدراما. اكيد هنعرف منه حكايات كتير وكواليس تسمعوها منه لاول مره عن النجوم اللي اتعامل معاهم، وكمان النجوم اللي كان هو الشاهد على بدايات مشوارهم الفني. ان شاء الله يا رب تستمتعوا معانا بالفقره دي. مهم جدا يا جماعه نتعرف على الجنود المجهولين اللي بيبقوا دايما في كواليس اي مهنه، لان ما فيش حد بيقدر ينجح لوحده. كمان هعمل لك حاجه تشربيها لما تخلصي. ايوه مش كده، نفوق بقى بصراحه. تسلم ايدك، انا على طول بستغل اللي جنبي، يعني حسام جنبي اخليه يعمل لي الاسكافيه بتاعي، نور جنبي هتعمل لي. انا اول مره اعمل لك، فان شاء الله يا رب يعجبك. هيعجبك صنعه ايديا يا رب. كمان احنا عندنا على فكره مجموعه مهمه جدا من المتابعات الاخباريه. قبلها احنا عايزين طبعا ندردش معاكم في قصه يمكن احنا في صباح الورد كنا واخدين قرار ان احنا ما نتكلمش فيها، لما كانت ترند من كام يوم، وده حرصا على الاطراف او الطرفين اللي موجودين في الترند ده، وطبعا ليهم عائلات وليهم سمعتهم، وهو قصه حضن جماعه المنصوره اللي شيخ الأزهر كتب فصلها الأخير امبارح بقرار غاية في الجمال والإنسانية والحكمة. القصة بدأت أنه في شاب جامعي راح لبنت بيحبها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة المنصورة، وحب يعمل لها مفاجأة بأنه هو اعترف لها بحبه، طلب إيديها علشان يتجوزها، وتم تصوير المشهد أمام زملائهم وحضنها. الخلاصة أن الموضوع بقى ترند، والجامعة حققت في الواقعة وأخذوا قرار يعني متطرف قوي، وهو فصل الطالبة نهائيا رغم اعتراض ناس كتير جدا على المشهد، إلا أن هم لما سمعوا الفصل النهائي بصراحة اتخضوا، يعني مش للدرجة دي. امبارح بقى دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر طالب بإعادة النظر في القرار، وده حفاظا على مستقبل الطالبة، وبالفعل يعني خففوا العقوبة شوية، خلوها بس إن هي يتم حرمانها من دخول الامتحان لمدة ترم واحد بس. وهي دي الروح اللي احنا كنا بنتكلم عنها، الروح السماحة في الإسلام. الحقيقة أنه قرار حكيم جدا، وبيدل على فهم وإدراك لطبيعة وسماحة القيم والأخلاق المصرية اللي احنا تربينا عليها، وطبعا بيراعي أن ولادنا محتاجين اللي يعلمهم ويحتويهم حتى لما يغلطوا. أكيد كل إنسان في الدنيا بيغلط، ما بالك بقى بشباب لسه في مقتبل العمر متأثرين بالجو الرومانسي أو مشهد رومانسي شافوه سواء في فيلم أجنبي أو حتى في حاجة من الحاجات اللي بنتفرج عليها
العربي. كان طبعا في احتفاء كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل الدكتور احمد الطيب ودعوته الانسانيه بتخفيف العقوبه للحرمان لترم واحد من الامتحانات. واحنا كمان في صباح الورد بنقول للدكتور احمد الطيب شكرا يا فضيله الامام، هذا عهدنا بك. وطبعا دي حاجه ما كناش ابدا مختلفين عليها، احنا عارفين كويس قوي ان هي دي سماحه وقيم كمان الدين الحنيف دين الاسلام، انه احنا يعني مش هنقطع رقبه البنت ولا هنحرمها من التعليم طول العمر، مش هنضيع مستقبلها عشان غلطت غلطه. هي غلطه بس كان يعني ايه فكره ان احنا نراعي سنها ونراعي ان هي ممكن يكون ما عندهاش خبره، اتخضت من مش الموقف. مش بس كده يا جماعه، هو مبدا الافواره في رد الفعل، يعني ما ينفعش رد الفعل يبقى بمنتهى العنف، يعني على قد الفعل يبقى في رد فعل، فبلاش الافواره قوي دي. انتوا عارفين يعني ايه فصل نهائي؟ فصل نهائي يعني انتوا فعلا يعني مستقبلها كله بيضيع. بالزبط. فما ينفعش يعني. المهم امبارح بقى كان في موضوع جدلي وكان مصدره من هنا من برنامج صباح الورد، هو تصريح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان. كنا لايف على الهوا وكان بيتكلم ازاي الحيوانات بتتدفى في الشتاء، او بتاخد ايه او بتاكل ايه او بتشرب ايه في الشتاء عشان يتدفوا في الصقيع اللي احنا فيه ده داخل حديقة الحيوان. فكان بيقول ان الحيوانات بتقدم لها شاي بحليب رز بلبن عشان يساعدوهم على ان هم يتدفوا. احنا لما فكرنا في الحقيقة نروح حديقة الحيوان ونسأل يا ترى الحيوانات عاملة ايه في البرد ده، كان الدافع بتاعنا انساني جدا بحكم اننا طبعا كبشر بنقعد نلبس يعني 50 حاجه فوق بعض ونبقى برده بردانين وبطاطين وبنتعب جدا في البرد. بالظبط بالظبط. وبيصعب علينا يعني المخلوقات اللي بتبقى في حتى في الشارع، يا حرام مش عارفه تروح فين. بالزبط. طيب يا ترى بقى الحيوانات اللي احنا بنروح عشان نتفرج عليها دي بتعمل ايه؟ الغريب في الحقيقه ان الناس بدل ما تتعامل مع كلام الدكتور رجائي على انه حاجه يعني راجل بيشوف شغله، على ان هي معلومه طبيه، معلومه علميه، وان هو مش مقصر في عمله لان ده عمله هو، الراجل يعني شغله انه بيشرف على حديقه حيوان، فبالتالي الحيوانات دي زي ما بنقول كده على الاشياء عهده، الحيوانات دي عهده امانه في رقبته روح، وان هو مش بيبخلوا على الحيوانات وان هم مش مقصرين في الحفاظ على صحه الحيوانات. جينا بقى لقينا سخريه غريبه جدا، انتقاد غريب جدا، كلام عن ان ده غلط وان ده مش صح، وناس كتير بتقول اراء ناقده للتصريح ده، كوميكس وافيهات اشتعلت جدا. واحنا يعني بعد يعني شويه كده وهنتكلم مع دكتور محمد رجائي على التليفون تاني علشان يقول لنا او يوضح لنا اكتر ويرد على تساؤلات الناس بعد كلامه معانا امبارح. بس هو التاني هقول الراجل هو شغله كده، هو الراجل بيشتغل مشرف على حديقه الحيوان، يعني هو الحيوانات دي امانه في رقبته، لازم يعمل شغله على اكمل وجه. موضوع السخريه يعني معلش احنا دايما بنقول ايه الشعب المصري دمه خفيف، بس اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده. مزبوط. مش كل حاجه يا جماعه نتريق عليها، يعني الموضوع بقى سخيف جدا. الناس بدات تفقد على الحيوانات ان هي بتاكل رز بلبن، يعني في ناس تقول لك انا ما بقتش اكل رز بلبن، انا ما باكلش رز بلبن، الفيل بياكل رز بلبن، ايه المشكله؟ يعني لا كل يا سيدي يعني لطيف لطيف يا جماعه ان احنا برضو نسخر من المشاكل عشان نهون على نفسنا شويه، انما لما تاني احنا بنتكلم على الافوار على فكره، زي ما كنا بنقول برضو ردود الفعل على خطا الطالبه كان اوفر، احنا برضو الافواره بقى في التهريج والتريقه على كل شيء بتضيع قيمه اي حاجه بتتعمل سواء ايجابيه او سلبيه، يعني حتى اما تقعد تتريق على السلبي وعلى الايجابي انت بتقتل عندك الاحساس بالتضاد، ده احنا بنقول التضاد مع التضاد تظهر الاشياء. فانت على الاقل يعني انت كده بتقضي على خاصيه التمييز عندك، بان انت تقعد تهرج على الفاضي والمليان وتتريق على كل حاجه وتتفه من كل حاجه. في ناس عندها التريقه شغاله عمال على بطال، ما عندهمش فعلا زي ما مها كده بتقول تمييز، ما فيش مشكله. سخريه لا اراديه، عارفه سخريه لا اراديه. بالظبط، ما فيش مشكله ان احنا نهزر ونتريق، بس كل حاجه ليها محلها. خلونا بقى دلوقتي نروح نسيبكم مع تقرير عملناه مع الناس في الشارع عن حكاياتهم مع النجاح والفشل، هنشوف التقرير ونرجع لكم نكمل باقي اخبارنا. الكافيه بتاعك من فضلك. ايوه يلا. أيوة. بينا وزمزميتك. والله على حسب، في حاجات واحد بيحس فيها بالنجاح وحاجات بيحس فيها بالفشل. يعني ساعات بشوف نفسي ناجح وساعات بشوف نفسي فاشل، ساعات ناجح وساعات فاشل، بس الغالبية العظمى الحمد لله ناجح. يعني أنا ناجح إن شاء الله. بحس نفسي فاشل مع الناس، ودلوقتي بقيت أتكلم مع الناس زي ما أنا كنت عايز. كنت مثلا مش شغال وقاعد على طول مقضي يومي، الشغل مع الوقت تحس
تحس ان انت بتعمل حاجه مفيده في حياتك. ممكن بوظت الجي بي اي في الجامعه. في امتحان في الجامعه فشلت فيه و ما اعرفش يعني باخد قرارات كده في حياتي ولما ما كملتش فيها بعتبرها فشل برضه. اظبط مواعيد يعني انا قبل كده كنت دايما بتاخر مثلا على مواعيد عشان هو ايه يعني بتاخر يعني كنت بعمل حاجات كده وافضل مركز في مثلا مشاوير تانية بعد كده في الاخر يعني عرفت اظبط مواعيدي مع الجامعه بقى والمذاكره وكده. التمرين ال الاكسرسايز يعني وكده العقله والضغط والحاجات دي يعني يمكن ما كنتش كويس فيها وبعد كده بقيت بحاول ابقى كويس فيها. انا في مجالي في شغلي في تخصصي بصنع اسطمبات والاسطمبات شيء معقد جدا بنضطر نستورده من الخارج فانا اتصلت بشركات من الصين ومن المانيا ومن ايطاليا وقدرت اجيب النو هاو اللي مش موجود في مصر وعملت الحاجات دي في مصر. اول شغل ليا حسيت اني ما كنتش كويسه فيه قوي فجربت حاجه ثانيه وتاني شغل كان احسن بكتير. نحاول على قد ما نقدر وان شاء الله نحقق الحاجه يعني. بركنهم على جنب الناس دي هيحبطوني وانا مش ناقص احباط. هما لما حد بيديني احباط والكلام ده انا بحاول ايه احول له الاحباط ده لطاقه ليه هو. فبحاول يعني اقلبها بدل ما هو يديني احباط انا اديله طاقه واستفاد انا هو. اقول لهم مالكوش دعوه بيا واقول لهم ان انا كده كده هفضل اعمل اللي انا بعمله ولو هنجح هنجح لوحدي مش هنجح بالكلام اللي انتوا بتقولوه لي. نرجع لكم مره ثانيه وعايزه اشكر بقى نور على النسكافيه عامله لي بصراحه تسلم ايدك تعبت فيه جدا مظبوط قوي يعني بجد تعبت فيه جدا وخدت طريقته من كذا حد الحقيقه كلمت خالته وكلمت عمته وكلمت كل الناس لهنا والشفاء ربنا يخليكي. احنا طبعا دلوقتي بعد ما شفنا مع بعض وتعرفنا على اسعار الخضار والفاكهه كان قبلها على طول بنتكلم في جزئيه اللي هو التهريج الزايد او السخريه اللا اراديه اللي بقت منتشره جدا على شبكات التواصل الاجتماعي على الصالح والطالح زي ما بيقولوا تريقه طلعت كتير قوي وكوميكس سخيفه ملهاش اي لازمه على شبكات التواصل الاجتماعي لما احنا كنا طلعنا لايف من خلال صباح الورد لحديقه الحيوان عشان بنشوف الحيوانات بتتدفى ازاي في الشتاء او ايه الاجراءات اللي بيتم اتخاذها. فتعالوا بقى نشوف دلوقتي راي دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحديقه الحيوان ايه في الموضوع ده. اهلا بيك يا دكتور صباحك صباح الورد. اهلا صباح الخير يا فندم صباح الخير اهلا وسهلا. في البدايه كنا عايزين نتاكد من حضرتك لان احنا فوجئنا بموجه من السخريه والتريقه ومش بس كده ده في نوع من الامتعاض يعني اللي هو ايه يعني الحيوانات ده انا نفسي في رز بلبن ده مش عارفه الفيل بياكل مش عارفه كام كيلو رز بلبن وتريقه ويعني غريبه جدا. هل احنا فهمنا كلام حضرتك غلط عن المشروبات اللي بتتقدم للحيوانات علشان التدفئه؟ لا حضرتك يا طبعا السخريه دي بقت على فكره سمه على فكره يعني هو ده حاجة مش مستحدثة دي حاجة يعني في ده بقاله 35 سنة في الحديقة وجباته ثابتة وده حاجة لا تقدر بثمن يعني لازم يقدم ليه كل الرعاية لأن احنا برضو لو فقدناه أو حصل أي تقصير هيتقال برضو الأكثر والأكثر يعني فأسلوب التغذية ده هو الأسلوب الأمثل للوقاية من البث
جميل. كل حيوان له طبيعته، يعني الشمبانزي ده دي قردة عليا، دي شبيهة بالإنسان تشريحيا وعندها قدرة على التفكير وأيضا لا تقدر بثمن، دي قيمة كبيرة جدا. فإيه المشكلة إن إحنا بنقدمها المشروبات الدافئة؟ ده حاجة أسلوب شغال من يوم تواجدهم في الحديقة، مش حاجة مستحدثة. يعني نفهم من كده يا دكتور إن مفيش خوف على الحيوانات من إن هم يشربوا شاي بلبن أو إن هم ياكلوا رز بلبن؟ لا كل حيوان له المعايير بتاعته، يعني مش كل الحيوانات بتشرب شاي بلبن، مش كل حيوان بتاخد رز بلبن. احنا ادينا امثله انه القرد مثلا بيشرب شاي بلبن او الشمبانزي بيشرب شاي بلبن والفيل. خصوصا الشمبانزي وانسان الغابه اللي هي القرده العليا، يعني الشمبانزي وانسان الغابه، البابون، اللي هي الحاجات اللي هي بتحتاج تدفئه واعدادها يعني قليله بتبقى تحت سيطرتنا. احنا عندنا 6 شمبانزي، فاعتقد يعني كوبايه شاي بلبن مش كتيره على الشمبانزي اللي هو لا يقدر بثمن. وده يا فندم صحي وضروري علشان ما يبقاش ضروري لرعايه هذه الحيوانات. ده حاجه مش يعني حاجه بالظبط مش رفاهيه، يعني حاجه اساسيه لتدفئه هذه الحيوانات. طيب عشان نوضح اكتر للناس ونرد على الفاكهه لبعض الحيوانات وبيجي يعني ده اسلوب تغذيه. ايوه يعني علشان نرد برضو على المنتقدين، حضرتك اشرح لنا برضو بالتفصيل اكتر خطوره ان احنا نسيب الحيوانات بدون رعايه في البرد ده، ممكن يحصل ايه؟ طبعا يعني بيحصل مثلا الزراف عدو البرد، الزراف ده عدو البرد، بيحصل موت مفاجئ. موت مفاجئ يعني، فاحنا لازم الزراف ده بياخد برضه بالليل حاجات سعرات حراريه عاليه. نديله فاكهه وبنديله عسل اسود عشان يديله طاقه طول الليل بتحفظ جسمه، وبنعمل له طبعا فرشة قش رز للتدفئه وبيدخل المبيت وقش الرز ده بيدفيه بيبات جواه، وفي نفس الوقت لو كان منه بيتحول لجسمه الى سيلولوز بيديله طاقه عاليه. فلابد اسلوب التغذيه مهم جدا جدا لوقايه الحيوانات من البرد. طيب يا دكتور لو احنا اهملنا حيوان في التغذيه بتاعته، لان برضو الموضوع ده مهم جدا، موضوع التريقه ده خلانا نفكر انه طب احنا لو ما اديناش الحيوانات الحاجات المفيده ليها اللي ممكن تخليها تعمل لها تدفئه داخليه، هل ممكن الحيوان يفقد حياته او يموت من البرد؟ طبعا ما انا بقول لحضرتك ده في حيوانات عدوها البرد. يعني زي الزرافه زي ما حضرتك قلت. الفيل برضو البرد بيأثر فيه، بندهنه نوع من انواع الزيوت الحراريه، بندهن الجسم كله برغم ضخامه حجمه. لان اي لو ما عملناش هذا الكلام يبقى تقصير منا، لو مات هنفقد الحيوان هيموت. فيعني وهنرجع نقول ان احنا قصرنا في التغذيه وقصرنا هي القصه كمان مش بس التقصير في العمل يا دكتور، لكن حتى انسانيا دي روح، يعني انت بتتعامل مع روح، يعني حضرتك في مجال بتتعامل فيه مع روح بتحس زينا بالظبط وبتبرد وبتكتئب وبتفرح وبتخاف، يعني احنا بنشكر حضرتك جدا، شكرا للتوضيح. دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحديقه الحيوان، كنا لسه بنتكلم يا نور امبارح في الحلقه دي، يعني في الحلقه امبارح واحنا بنتكلم عن الموضوع ده، في الحقيقه بنقول حتى الاديان يعني وضحت لنا وربنا سبحانه وتعالى وضح في القران الكريم لما قال امم امثالكم، يعني هم زينا بالظبط حقيقي، يعني مش يعني حرام مش ذنبهم ان هم اتولدوا شكلهم حيوانات، بس هم فعلا في الاخر روح وبتحس وبتخاف وبتحب ويعني بتخاف مننا، مش احنا اللي المفروض نخاف منها، بتخاف مننا جدا جدا. اي حد يمكن ما تعرضش ان هو يربي حيوان قبل كده او يتعامل مع حيوان بشكل مباشر قبل كده ممكن يفضل بيخاف على طول. حاولوا تكسروا الرهبه اللي جواكم دي عشان تنموا عندكم فكره الرحمه او الرفق بالحيوان، حاولوا ان انتوا تعطفوا على حتى يا سيدي الكلب اللي موجود في الشارع ده، سيب له اي حاجه ياكلها علشان يتدفى في البرد ده بدل ما سيبه في حاله بالظبط كده. خلينا بقى نروح لاخبارنا النهارده، ويمكن بعد ساعه تقريبا دكتور مختار جمعه وزير الاوقاف هيعقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الاستعداد للمؤتمر العالمي اللي بيجهزه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه بعنوان بناء الشخصيه الوطنيه. المؤتمر ده هينطلق ايام 19 و20 يناير الجاري بمشاركه 70 دوله وبرعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن اهداف المؤتمر من الدكتور جابر طايع مستشار وزير الاوقاف والمتحدث باسم باسم الوزاره. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. صباح الورد عليك يا استاذه مها، صباح الورد عليك يا استاذه نور، صباح الورد على الشعب المصري كله. صباح الورد على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الورد، وكنا عايزين نعرف من حضرتك اهم ما سيتم اعلانه في المؤتمر الصحفي. هذا المؤتمر وهو المؤتمر 23 ان شاء الله في هذا العام الذي سيعقد في تاريخ 19 و20 يناير وبرعايه كريمه من فخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي
والمسؤول الأول والإشراف لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور أحمد عجيبة. سيعقد هذا المؤتمر بحضور فعلا كما قلت سيادتك تمثيل 70 دولة وبحضور 120 شخصية عالمية من بين وزراء ومفتين ورؤساء لجان جمعيات في العالم الأوروبي والعربي والإسلامي. كل هؤلاء سيحضرون في يوم 19، وتبدأ الوفود تتواتر إلى مصر المحروسة من يوم الجمعة إن شاء الله ابتداء، وسيحضرون إن شاء الله هذه محاور هذا العمل ومشاركة بحثية من 45 بحث سيقدم في هذه أو قدمت بالفعل وتم تفريغها، وستناقش عبر 6 لجان نوعية علمية ستعقد في على مدار يومين كاملين، وأيضا سيشاركون هؤلاء جميعا في افتتاح الأكاديمية أكاديمية الدعاة لتدريب الدعاة والواعظات في أكتوبر إن شاء الله. الأكاديمية العالمية التي سيشارك فيها هؤلاء تشارك فيها هذه الوفود جميعها ما بين وزراء ومفتون وشخصيات عالمية سيشاركون في هذه الافتتاحية، وستكون هذه الدورة هذه الأكاديمية. دكتور جابر يعني الله يكون في عونكم، أنتم عندكم مهمة شاقة جدا، عندكم تحديات بتقابلكم الفترة اللي جاية، لأن تحديدا فيما يخص مصر أو الدولة المصرية منذ 86 سنة بدأ الخلط الواضح ما بين الدين والسياسة، وصدر لنا الغرب مصطلح الإسلام السياسي، واختلط الأمر عند ناس كتير قوي، وبدأنا ندفع فاتورة الإرهاب. لذلك يعني وجب وكان سرعة المطالبة والتنفيذ بتجديد الخطاب الديني. لكن يبقى السؤال، هل الإسلام كعقيدة والقرآن تحدث بشكل مباشر عن تركيبة الشخصية الوطنية، وما هو المقصود بالشخصية الوطنية، وليه العنوان ده تحديدا؟ العنوان في هذا العام نحن في أمس الحاجة إلى تكوين وبناء الشخصية المصرية شخصية وطنية، وتعميق وتجذير الهوية الوطنية داخل الشعب والمواطن المصري، لأننا في الحقيقة نستشعر أننا نحتاج إليها في وقت أكثر مما نحتاج إليه من قبل، أن نعمق مفاهيم المواطنة والوطنية داخل نفوس المصريين، وأن الإسلام لا يمكن أبدا والمواطنة لا ينفكان أبدا. فالإسلام يعمق ويجذر مفهوم المواطنة، وردا على من يقولون أن الوطن عبارة عن تراب، حفنة من تراب عفن، وناس تانية ما بتقومش للسلام الوطني، لا تحترم السلام الوطني. نعم، كل هذا سيرد عليه في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر جاء ليلبي احتياجات المرحلة. نحن نحتاج فعلا أن نعمق ونجذر مسألة المواطنة والوطنية في نفوس المصريين، وأن تكون في الجينات كما كانت من قبل. لأننا بعض الناس يقول الذين ينادون بالخلافة، الذين ينادون بالإمارة، الذين ينادون باللاوطنية، لا يمكن أبدا أن يكون الإسلام بلا وطن. وبدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كان يبحث عن وطن يحمي هذا الدين، وله حدود وله جغرافيا وله شعب وله أرض وله سماء تظله. فلا يمكن أبدا أن يكون الإسلام في الهواء الطلق بعيدا عن الأوطان، فلا يمكن أبدا أن يكون الوطن إلا جزء من الدين. ولذلك لما معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة قال هناك ضروريات 6 وليست 5، كما أن هناك ضرورة لحماية الدين والنفس والعقل والنسل، كذلك أيضا ضرورة لحماية الوطن، لأنه عندما يضيع الوطن لا يمكن أبدا أن تبقى نفس، ولا يمكن أبدا أن يبقى دين، ولا يمكن أبدا أن يبقى نسل. وبدليل عندما يعني حدث غزو الكويت في أيام في التسعينات، في أوائل التسعينات، ضاع الوطن، ضاع معه النفس، وضاع معه المال، وضاع معه النسل، وارتكبت كل الخطايا والموبقات عندما ضاع الوطن من أهل الكويت. فلذلك
بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور جابر طايع مستشار وزير الاوقاف المتحدث باسم الوزاره. وجهه نظر حضرتك وصلت والتوضيح اعتقد ان هو وصل بشكل وافي، ولنا في ملحمه 73 مثال، لنا في الجيش المصري العظيم مثال، ما فيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم، احنا كلنا بنحمي الوطن، كلنا ايا كانت العقيده بتاعتنا احنا عقيدتنا هي حب الوطن، حب الوطن الانتماء للارض هو في حد ذاته عقيده. من الظواهر بقى الغريبه جدا اللي بنشوفها الايام دي في الشارع وعلى الطرق السريعه والطرق الداخليه، الولاد اللي بتلاقيهم ماشيين جنبك كده على موتوسيكل رافع رجليه او سايق من غير ايديه وبيستعرض كده ويعمل حركات بهلوانيه ويعمل حصان وبعدين يعني تحس ان هو ايه كهرب الشارع كده، يعني بيشل حركه المرور، بيخوفك انت مش عارف تمشي لانك خايف تخبطه، مش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، وبيقول بيبقى ماشي في زفه ولا بيعمل اي حاجه، خايف لا يقع من على الموتوسيكل بعد شر يحصل حاجه. ومعروف ان حوادث الموتوسيكلات من اخطر الحوادث. احنا رحنا بقى لاحد الشباب الخبراء في سواقه الموتوسيكلات، صورنا معاه بعض النصائح لقياده الموتوسيكل وازاي ان يتم استخدام الدراجات البخارية بشكل آمن، وكمان ازاي يقدر او تحمي نفسك من الحوادث بتاعة الطرق دي. تعالوا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. انا اسمي احمد صميدة على المكنة، اسم اليوتيوب شانل بتاعتي، ابتديت من 3 سنين، هدفي ان انا كنت اعمل فيديو استوعية للبايكرز والناس اللي بتسوق جنب البايكرز. لما بدأت لقيت ان مفيش فيديوز توعي سواقين البايكس سواقين العربيات ازاي يسوق في الطريق مع بعض بتناغم، حبينا نعمل فيديوهات سيفتي، حبينا نعمل فيديوهات تعلم السواقه. من الاخر انت بتخش للشانل تتفرج، لو انت عايز تشتري بايكس انا باخدك من ليفل زيرو لغايه ليفل ان انت تعرف تسوق ايه عشان توصل لنقطه وصولك بسلام. تسعين في المية من الحوادث نتيجة الجهل، ان انت مش عارف تتحكم في البايك. نصيحتي المبتدئين من داي وان البس الخوذة بتاعتك. هنا انا بشوف ناس سايقة من غير خوذة زي الاخ كده بيتكلموا في التليفون، بياكل بيشرب سيجارة ومش مهتم بحياته. حافظ على حياتك وحياة الاخرين في الطريق، الطريق ده مكان مشترك عشان توصلوا لنقطة وصولكم بسلام. اقرا كتير، اعرف ازاي تمشي في الطريق، سواء ان انت تفهم الطريق وتتفادى اخطاء الاخرين. حلمي ان انا ابقى موسوعه لمصر والعالم العربي للبايكرز كلهم، اي حد عايز يجوين كوميونيتي البايكرز من جديد يخش يتفرج عندي، البايكرز نفسهم يكتسبوا قيمته من عندي، حلمي ان اي بايكر يلبس خوذه، حلمي ان اي بايكر يحافظ على حياته وحياه الطريق، حلمي ان انت تعتبر ان اللي سايق البايك ده اخوك ابنك ابوك فتحافظ عليه زي ما هو كمان يحافظ عليك، احنا كلنا في طريق مشترك عشان نوصل لنقطه وصولنا بسلام. درايف سيف. معروف ان الناس اللي بتحب البايكس والبايكرز والناس اللي بتسوق موتوسيكلات عموما بيحبوا روح المغامره، بس ما ينفعش ان احنا نغامر بحياتنا، فزي ما سمعنا كده في التقرير احنا لازم نحافظ على حياتنا، نلبس الخوذه، نمشي في الطريق مظبوط علشان نحافظ على يعني احافظ على حياتي وحياه الناس كمان اللي حواليا. خلونا نروح لخبر تاني. وامبارح وزاره السياحه اعلنت عن الضوابط الجديده للحج في هذا العام، ورغم انه لسه تقريبا باقي 8 شهور على موسم الحج الا ان الوزاره اعلنت على الضوابط بدري، تيسيرا طبعا على الشركات والمواطنين ان هم يقدروا يعملوا حسابهم يرتبوا امورهم. يا ترى ايه هي الضوابط الجديده، وهل هيكون في ارتفاع في الاسعار مثلا في حج السنه دي ولا لا؟ خلونا نعرف ده من استاذ اشرف شيحه الخبير السياحي وعضو الهيئه العليا للحج السياحي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ اشرف، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليكم جميعا وعلى مشاهدينك الكرام. صباحك صباح الورد يا فندم، وكنا عايزين نعرف من حضرتك اهم ضوابط الحج السنه دي. الحقيقه حرصت وزاره السياحه والدكتوره رانيا المشاط هذا العام اعطت توجيهات للجنه العليا للحج ان يكون الحج موسما بضوابطه مبكرا حتى يستطيع المواطن المصري اختيار برامجه من بدري، وهذه سابقه لم تكن موجوده في السابق على الاطلاق، ولاول مره تكون موجود ان ضوابط الحج تنزل
للشركات السياحية حتى تقوم بإعداد البرامج واستقبال طلبات السادة المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة. جميل. والحمد لله تمت بالأمس ويبدأ من اليوم استقبال طلبات المواطنين المصريين في الحج السياحي. الحج السياحي كما زي ما حضرتك عارفة ده بيحمل تقريبا نسبة كبيرة جدا من الحجاج المصريين، حوالي ما يقرب من 36,000 حج مصري في جميع المستويات في البرامج. الحقيقة برضو حرصنا في 36,000 بدنا العليا أنها تكون متوزعة على تقريبا التلتين للمستويات المنخفضة التكاليف. عظيم. يعني التكاليف برضو احنا عايزين نتكلم عنها، هل هيكون في ارتفاع في الاسعار ولا لا؟ لو نقيسها بالوضع نلاقيها تقريبا زي العام الماضي، في زيادة لا تتجاوز من 3-5% بحد اقصى. يعني زيادة مش هتكون طفيفة جدا غير مذكورة على. طيب اهم النصايح اللي حضرتك يعني حابب تقولها للي عايز يطلع حج السنة دي؟ اللي عايز يطلع الحج الحقيقة لازم ليه ان يتأكد من أن الشركة التي يتقدم إليها هي شركة سياحية حقيقية ولها أيضا ترخيصها ومصرح لها بالحج، وده بيتأكد منها من موقع وزارة السياحة ومن موقع غرفة شركات السياحة. يعني موقع وزارة السياحة عليه الشركات المرخصة المتاح أنها تقدر تسفر رحلات الحج. بالظبط يا فندم. جميل. ده رقم واحد حتى لا يقع فخا في اي شركات وهميه او سمسار او خلافه. مظبوط. دي البدايه. البدايه الثانيه طبعا حضرتك عارفه ان مش كل من تقدم فهو يحصل على فرصه. لانها بتكون في اطار القرعه نظرا لكثره العدد الراغب في السفر لاداء هذه الفريضه وقله الاعداد التي تمنح للتاشيرات، لان التاشيرات بتمنح بشكل 1 في 1,000 لكل دولة إسلامية حسب تعداد سكانها. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اشرف شيحه الخبير السياحي وعضو الهيئه العليا للحج السياحي، واعتقد ان اهم نقطه دلوقتي الزياده من 3-5% ده كان اهم حاجه في اللي احنا في الخبر اللي كان معانا دلوقتي. تعالوا بقى ننتقل لخبر تاني ايجابي طبعا، وامبارح منتخب مصر رفع راس مصر لكره اليد والمشارك في كاس العالم لكره اليد بالدنمارك 2021. مصر تقدر، المصريين لما بيبقى عندهم الاراده وبيحطوا حاجه في دماغهم بيعرفوا يحققوها وبنجاح. مظبوط، وامثله على ده كتير جدا جدا اكيد عارفينها، اسامي كتير برضو اكيد عارفينها. يمكن احنا دايما بنتكلم عن محمد صلاح في كره القدم، شفنا رامي مالك من كام يوم وهو واخد الجولدن جلوب. في حاجات كتير قوي يقدر المصريين يعملوها، مش حاجات كتير، كل حاجه المصري يقدر يعملها ويقدر يكسر الحاجز بتاعها ويفوز بيها. دلوقتي خلونا نروح نسيبكم معرض درجات الحراره النهارده، ويا رب بقى البرد يخلص ويعدوا اليومين دول بسرعه على خير عشان احنا بنلبس خفيف والناس كلها حوالينا لابسه جواكت. يلا بينا. Thank you.
فرقي كان عامل ازاي وانت جايه؟ بعد ما اطمننا دلوقتي بقى على درجات الحراره، تعالوا نطمن على الطرق من خلال خدمه بيقول لك الحصريه لقناه تان وصباح الورد. هنشوف مع بعض دلوقتي كوبري اكتوبر من مدينه نصر للمهندسين، معظمه صعب ما عدا من التحرير المهندسين لطيف. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر بيتحرك. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد لطيف. 15 مايو من وسط البلد للمهندسين جميل. صلاح سالم من المطار للكورنيش مش بطار. وصلاح سالم من الكورنيش المطار معظمه سالك ما عدا من كورنيش النيل للقلعه بطيء جدا، ومن كوبري 6 اكتوبر لنفق العروبه ما بيتحركش. فاصل ونرجع تاني لحضراتكم في لقاء هيكون مباشر مع دكتور هيثم الحاج رئيس الهيئه العامه للكتاب ورئيس معرض القاهره الدولي للكتاب، خليكم معنا. رجعنا لكم تاني وفقرتنا دلوقتي عن معرض الكتاب، واللي هنتكلم فيها عن آلاف من الناشرين والكتاب بيستنوا معرض الكتاب الدولي كل سنة علشان أعمالهم تشوف النور، وطبعا في آلاف من محبي القراءة بيستنوا برضو معرض الكتاب عشان يبدأوا يملوا رفوف مكتبتهم بعناوين كتب جديدة وقصص جديدة. وطبعا على الرغم من تطور التكنولوجيا وتوفير كتير من الكتب في المكاتب الإلكترونية، إلا أنه يعني ريحة ملمس الورق بتاع الكتاب هيفضل ليه رونقه الخاص وإحساسه الساحر المختلف. معرض الكتاب في دورته الخمسين المقام يوم 23 يناير تفاصيل إقامته وعدد الناشرين المميز في دورة معرض الكتاب السنة دي، كل ده هنعرفه وهنعرف عنه طبعا وأكتر مع رئيس الهيئة العامة للكتاب دكتور هيثم الحاج. علي اهلا وسهلا بحضرتك دكتور هيثم. اهلا بيكم، صباح الخير عليكم. في البدايه دكتور عايزين نعرف من حضرتك ايه الجديد في شكل المعرض السنه دي مختلف عن الدوره اللي فاتت؟ الحقيقه ان الدوره السنه دي استثنائيه بكل المعاني، يعني بدايه من نقل المكان الى مركز مصر للمعارض الدوليه خلف مسجد المشير، وده مكان مجهز على اعلى مستوى من تجهيز المعارض الدوليه، بالاضافه لتعاون كافه قطاعات الدوله في توفير وسائل مواصلات مريحه وتكلفتها قليله للجمهور من كل ميادين مصر، بالإضافة كمان لقدرة المركز على استيعاب عدد أكبر من الناشرين هذا العام، حوالي 20% عن العام السابق. عندنا تقريبا ما يقرب من 1 مليون عنوان جديد، ده على مستوى النشر. عندنا 1200 ناشر مشاركين يا إما بنفسهم في أجنحتهم أو بتوكيلات. على مستوى الفعاليات بقى عندنا ضيوف من كافة دول وقارات العالم، حوالي 170 ضيف، بالإضافة لأكثر من 4000 ضيف من مصر والعالم العربي. عندنا أكثر من 1400 فعالية متنوعة جدا. ما يميز هذا العام أيضا هو إقامة معرض خاص لكتاب الطفل داخل المعرض، بالإضافة لتنوع كبير جدا في أنشطة الطفل التفاعلية، التركيز على أفريقيا وفعاليات خاصة من أفريقيا، منها فعاليات فنية كذلك، فعاليات خاصة بالتفاعل مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كتير من الفعاليات الفنية. لكن أنا أظن أنه من أهم ما يميز جدول هذا العام في الأنشطة هو تخصيص محور كامل لشباب الكتاب اللي هم بيكتبوا أنواع الروايات الجديدة زي الفانتازيا والتاريخ البديل وأدب الرعب وخلافه. عظيم جدا دكتور هيثم. طيب كان في تصريح لحضرتك بيقول انه مش هيكون في خيام في المعرض السنه دي، ممكن اقدر اعرف من حضرتك هيكون ايه البديل للخيام؟ مش سامع الصوت حضرتك. كنت قلت تصريح انه السنه دي مش هيكون في خيام في المعرض، ايه هيكون البديل عنها؟ دكتور هيثم حضرتك سامعني؟ في صوت.
طيب هو واضح انه ممكن يكون فيه بس مشكله صغيره في الصوت، اكيد هنرجع تاني لدكتور هيثم لما الصوت يظبط، بس الحقيقه انه معرض الكتاب حاجه جميله جدا وانا ليا ذكريات فيه واكيد انت كمان ليكي يا ماما ذكريات فيه. انا اول مره اروح معرض الكتاب كنت طفله صغيره، رحت مع جدتي كانت مهتمه جدا ان انا اروح المعرض واشوف، جابت لي كتب والوان وانا اخترت حاجات بنفسي، ولذلك انا لحد النهارده انا بحب المعرض جدا ولازم كل دوره لي اروح ان شاء الله يعني مره، والدوره اللي بتفوتني ببقى متضايقه جدا جدا، السنه اللي بتفوتني ببقى متضايقه يعني. بتاخدي بقى نور معاكي عشان يختار الكتب؟ بصي الصراحه لسه ما خدتوش، لسه ما خدتوش السنين اللي فاتت لانه كان صغير قوي 4 سنين، السنه دي عنده 5 سنين. هو انا عندي مشكله ان انا ابني شقي جدا جدا فهيجنني مش هعرف اشتري حاجه، بس السنه دي ان شاء الله هاخده بقى يختار بقى كتب يلون فيها، قصص يقرا فيها، لانه مهم جدا كمان فكره القرايه عند الاطفال ان هو يمسك الكتاب بنفسه ويقراه، ده كمان بيحصل في المدارس. حتى اللعب بتاعت الاطفال زي البازل والليجو والحاجات اللي بتتركب والحروف يعني حاجات مهمه قوي، والارقام يعني. يمكن انا كانت بنوتي برده صغيره جدا يمكن كانت سنتين ولا حاجه وبرده رحت معرض الكتاب وجبت لها بقى اللعب اللي هي بتبقى معموله زي فوم كده. أيوة. يعني في خامه زي فوم كده تكتبي بيها ارقام او تركبي ارقام او تركبي حروف، فدي القصص المجسمه بالظبط، والالوان البرايت اللي هي للاطفال عشان تشدهم. طيب احنا معانا كمان دكتور هيثم الحاج رجع لنا مره ثانيه علشان نكمل بقيه اسئلتنا معاه. دكتور هيثم بنرجع لحضرتك مره ثانيه، واحنا كنا بنتكلم عن او حضرتك كان ليك تصريح بتقول ان مش هيكون في خيم موجوده زي كل سنه، يا ترى ايه البديل وليه اتلغت؟ الحقيقه هي اتلغت علشان احنا نقلنا لمكان تاني مبني بقاعات معدة على احدث مستوى. كانت قبل كده ارض المعارض في مدينه نصر عباره عن ارض فاضيه، وكنا بنستعيد بعدم وجود السرايا ببناء خيم للناشرين. هذا العام لن يوجد كتب خارج قاعات العرض، هيبقى فيه بس اكستنشن عباره عن مسرح للفعاليات الفنيه. الله. هو مش خيمه قد ما هو يعني قاعه جديده احنا بنينها، قاعه متحركه يعني او مؤقته هيكون فيها الفعاليات الفنيه الكبرى. الحقيقه انه ارض المعارض الجديده مركز المعارض بقاعاته الاربعه قدر يستوعب كل الناشرين اللي تقدموا للاشتراك في المعرض، وعلشان كده ما احناش محتاجين لخيم هذا العام. طب اقدر اعرف يا دكتور هيثم كم عدد الناشرين المشاركين في المعرض السنه دي؟ الناشرين المشاركين بنفسهم حوالي 750 ناشر، بالاضافه لناشرين مشاركين بتوكيلات، علشان يكون اجمالي العدد حوالي 1230 ناشر. حلو قوي، 1230 ناشر. الرقم ده يا دكتور اتكرر قبل كده ولا دي اول مره يكون الرقم ده موجود؟ لا الحقيقه دي بزياده حوالي 20% عن العام السابق. عايز اقول لك انه هؤلاء الناشرين بيمثلوا تقريبا 35 جنسيه، منهم حوالي 5 جنسيات اول مره ييجوا معرض القاهره الدولي للكتاب، منهم 3 من أفريقيا، كينيا وأوغندا ونيجيريا، واثنين لأول مرة ييجوا قبرص وصربيا من أوروبا. دكتور احنا يمكن كل دورة كده في معرض القاهرة الدولي للكتاب بيكون في ندوة مثيرة للجدل أو كتاب مثير للجدل، هل بيكون ليكوا دور يعني؟ طبعا احنا مع التنوع ومع أن يكون في حرية العرض والكتب والنشر وغيره، لكن هل بيكون في تدخل أن انتوا تقدروا توقفوا مثلا كتب معينة أو تمنعوها كان معروف عنها أن هي مثيرة للجدل؟ والله الحقيقة إنه الهيئة ليس لها في القانون أي دور رقابي على محتوى الكتب، لكن غالبا ده بيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة، والجهات المختصة هي شرطة المصنفات الفنية، وهي اللي دايما بتراقب الحاجات دي. لكن في العموم احنا بنبني جدول فعاليات بيحاول ان هو يعكس ما يحدث في المشهد الثقافي المصري على مدار العام. عايزين نعرف من حضرتك اكتر نسبة مشاركة الدور الاجنبية، دور النشر الاجنبية السنة دي. في صوت. الصوت كده وصل لحضرتك اكتر، يعني احنا عايزين نعرف اكتر عن مشاركة دور النشر الاجنبي.
طيب احنا طبعا بنعتذر عن العطل الفني وهنعود مره اخرى طبعا لدكتور هيثم عشان نكمل معاه الحوار، لان طبعا ده مهم جدا ان احنا نعمل تغطيه قبل بدايه المعرض بايام. مظبوط. عجبني قوي فكره انه هيكون في مسرح اوت دور هيتعرض عليه حاجات فنيه، عروض فنيه موجوده اثناء معرض الكتاب اثناء الدوره دي، يعني برده حاجه حلوه قوي. الاهتمام بالثقافه ما لهاش جانب واحد بس، الثقافه والادب بيبقى ليه اكتر من جانب، من ضمنهم المسرح والفن، سواء غنى او تمثيل، مسرحيات، ايا كان. المهم انه الحس الفني او الجانب الفني لازم يكون موجود برده الى جانب القراءة، لأنه لما أنت بتقري حاجة مش أنت بتتخيليها كفيلم أو كمسرحية في دماغك، ولا بس بتبصي عليها كده هي كلام مكتوب وخلاص. الكتاب أعتقد، أنا دايما بقول الكتاب، قراية الكتاب زي بالظبط مذيع الراديو، أنت بتشغلي الخيال بتاعك. يعني إحنا لما بنسمع صوت مذيع الراديو بنقعد نتخيل شكله ونشوف ممكن يكون عامل إزاي، كذلك الكتاب أو الرواية وأنت بتقراها بتقعد تتخيل شكل البطل والحركة عاملة إزاي والمشهد والمنظر طبيعه والى اخره. فهي بالظبط نفس الفكره، فكره ان انا قاعد اقرا كتاب وبيتحقق بعد كده على الشاشه ويبقى فيلم. فقرايه الكتب مهمه جدا لان هي بتشغل عندنا طبعا الايماجينيشن بتاعتنا. خلونا نرجع تاني خلونا نرجع تاني للدكتور هيثم الحاج علي ونتكلم معاه. كنا بنساله قبل ما الصوت يروح، كنا بنساله عن عدد دور النشر الاجنبيه المشاركه في المعرض السنه دي. يا دكتور، دور النشر الأجنبية المشاركة حوالي 200 دار نشر. عزيز. أنا بتكلم على دور النشر غير المصرية، هي أكتر شوية من 200. غير المصرية أكتر شوية من 200. طيب تعليق حضرتك على مشاركة سور الأزبكية في المعرض السنة دي. سور الأزبكية مشارك بأجنحة قليلة قوي السنة دي، والحقيقة أنه إحنا حاولنا أنهم يكونوا معانا بقوتهم الكاملة، بس تبعا للقواعد الجديدة اللي وضعناها لإقامة المعرض هذا العام. زي ما قلت لحضرتك، إحنا بنفتح صفحة جديدة من صفحات المعرض علشان يكون أكثر تنظيما، أكثر مواكبة لقواعد المعارض في العالم. ده أدى لأنه المساحات تقل شوية لسور الأزبكية، لكن الحقيقة أن هم كانوا معترضين وعايزين يدخلوا بكامل قوتهم. 108 اللي قدرنا نوفره لهم كان حوالي 33 جناح، وده لأنه زي ما قلت لحضرتك كان علينا إقبال كبير جدا من دور النشر العربية والأجنبية، لكن هم أصروا أنه ما يبقاش مشاركتهم غير 108. حاولنا كمان نعمل معاهم اتفاق على أنه يبقى في معارض للكتاب المخفض بعد المعرض، أو أنه إن شاء الله لما تقام الصلاة الجديدة. السنة اللي فاتت يا دكتور كان في حملة كتاب بجنيه. السنة دي حملة كتاب بجنيه كانت موجودة ومشاركة فيها الهيئة، هيئة الكتاب، ومشاركة فيها قطاعات وزارة الثقافة، وهي موجودة السنة دي برضو عندنا. عزيز. كتب بتبتدي من جنيه وكمية كبيرة جدا من الكتب كمان. يعني والله أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه دكتور لما بسمع كلمة كتاب بجنيه دي، فعلا لازم نقول مصر بخير. يعني لازم الناس كمان تبقى مستوعبة إنه لما نقول كتاب بجنيه يعني ده أقل من تكلفته، يعني في دعم على الكتب، لأنه عشان برضو ده ردا على الناس اللي طول الوقت بتخوف، بتعمل حالة خوف وذعر ما بين الناس وتقول لهم مفيش دعم. لا، الدولة بتدعم حاجات وقطاعات كتير جدا. عايزين نتكلم عن حفلات التوقيع وعددها السنة دي، كم حفلة توقيع وإزاي بتتحكموا في إدارتها داخل المعرض؟ الحقيقة في السنوات السابقة حفلات التوقيع كانت بتقام في أجنحة دور النشر دون أي تدخل من الهيئة، وده كان شوية عامل عشوائية في الجدول. يعني السنة دي فضلنا لأنه القاعات مش هتستوعب حفلات التوقيع في داخل الأجنحة، ده ممكن يعمل خلل تنظيمي، فتلقينا طلبات الناشرين علشان إقامة حفلات التوقيع، وأقمنا ليهم بوسز أركان للتوقيع داخل جنبات البلازات والطرق اللي موجودة في المعرض خارج القاعات. هيبقى عندنا ستة أركان هيستوعبوا على مدار ال 14 يوم 600 حفلة توقيع، 600 كاملة. كل طلبات حفلات التوقيع اللي تلقيناها من الناشرين تم استيعابها وهتكون موجودة معانا في المعرض إن شاء الله.
حلو جدا 600، من الواحد مش عارف هيحضر ايه ولا ايه يا دكتور هيثم. طيب 2018 كان عام ذوي الاحتياجات الخاصه، يا ترى ايه التسهيلات اللي بيقدمها معرض الكتاب السنه دي لذوي الاحتياجات؟ الحقيقه ان التسهيلات بتبتدي من المواصلات، لانه تم الاتفاق مع مواصلات مصر على اقامه خط مباشر من اعلى جراج التحرير الى معرض الكتاب بأوتوبيسات صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمجموعة من المتطوعين على الأبواب وفي يعني طرق المعرض هيكونوا مخصصين لإرشادهم علشان الوصول لاحتياجهم من المعرض على قد ما يقدروا. ضيفي على كده كمان أنه عندنا مجموعة فعاليات كبيرة سواء في جناح الأطفال أو في القاعات الندوات لها علاقة بمناقشة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لوجود مجموعة من مترجمي الإشارة في الندوات اللي ممكن تكون بتهمهم. ضيفي على كده أنه خصصنا مجموعة من الأجنحة للمبادرات اللي بتقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. كمان هيئة الكتاب أقرت خصم بموجب كارنيه الإعاقة 50% على إصداراتها كلها، بالإضافة لأننا خاطبنا اتحادات الناشرين علشان عمل خصم، وبالفعل هو وجه لأنه كل الناشرين يعملوا خصم في حدود 30% بموجب هذا الكارنيه. طيب احنا طبعا يعني حضرتك يمكن ذكرت نقطة مهمة جدا وقلت ان انتم يعني حضراتكم ملكوش رقابة على الكتب وهي يعني خاصة بجهات اخرى، لكن احنا طبعا بالتأكيد حريصين ان ما يكونش في كتب بتحتوي على افكار متطرفة او تحريضية او تكون كتب لشخصيات يعني كانت بتحرض على الدولة بشكل او باخر او على افكار متطرفة. عايزين بس نوضح النقطة دي. طبعا، وعلشان كده احنا بننسق تنسيق كامل طول الوقت داخل المعرض مع الجهات المعنية بده، وبنساعدها في الوصول لأي يعني لأي كتاب من هذا النوع. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، وطبعا يعني ولنا في ندوة كانت ايام الراحل شهيد الكلمة دكتور فرج فودة برضو في خلال فعاليات المعرض القاهرة الدولي للكتاب، يعني لنا برضو مثال، فمش عايزين ده يتكرر مرة تانية. طيب على جانب آخر بقى، في مكان تاني في مصر يعني بيعد من أشهر الأماكن اللي مرتبطة جدا بالكتب والقراء، وهو سور الأزبكية. المكان ده كلنا كنا بنلجأ له لما بنحتاج كتاب مش لاقيينه أو محتاجين كتب بسعر رخيص. يا ترى إيه الحال سور الأزبكية دلوقتي، ويا ترى بياعين الكتب فيه شايفين وضعهم حاليا إزاي وبيعملوا إيه عشان يقدروا يحافظوا على الزبون الخاص بيهم، وده قبل انعقاد معرض الكتاب. إحنا نزلنا بكاميرا صباح الورد وزورنا سور الأزبكية عشان ننقل لكم حاله وحال مكتباته. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية. جربت في مرة تدور على كتاب وما لقيتوش وحد قالك روح سور الأزبكية؟ سور الأزبكية على مدار سنوات كان قبلة لكل الباحثين عن المعرفة ونوادر الكتب، تاريخ ممتد وحكايات كتير ارتبطت بنشأته وتكوينه. سور الأزبكية تقريبا اتأسس أيام الخديوي عباس حلمي في مطلع القرن العشرين 1905-1906 كده، يعني عدى عليه دلوقتي قرن وعقد من الزمان، وينيف سنتين كمان أو ثلاث سنين كمان فوق القرن والعقد. ابتدى الأول كان عبارة عن دكة صغيرة، حاجة زي قفص العيش، صندوق صغير بيقعد عليه بعض باعت الدوريات اللي كانت بتطلع، المجلات القديمة والدوريات كانوا بيلفوا على القهاوي وعلى البارات، بمعنى أدقة كانت البارات منتشرة عن القهاوي وبيبيعوا لهم الدوريات دي، ولما يتعبوا كانوا بيقعدوا عند سور الأزبكية، فكانوا بيقعدوا يستظلوا تحت الظلال بتاع الشجر. امتى بقى؟ في فترة الظهيرة والقيلولة، وبعد كده استقروا بدل ما كانوا بيسرحوا الصبح يبيعوا في البارات والكلام من ده والقهاوي والأندية والكلام من ده، الإخوة القادمين من الجنوب يعني بقوا يقعدوا على طول ومكانهم اتعرف. فسور الأزبكية نقدر نقول صرح من صروح الثقافة، من صروح المعرفة. تنوع مدهش في المعروض من الكتب والمراجع والأدوات التعليمية لكل الفئات والمراحل العمرية،
إنما الأكثر إدهاشاً هو الأسعار. لو بتدور على كتاب سعره في متناول الإيد طلبك هنا. ممكن أجيب مجلة ميكي بجنيه وممكن أجيب مرجع في التاريخ بعشرة جنيه. يعني مقارنة بالمادة أو بالفلوس أقل فلوس تجيب لك حاجة من سور الأزبكية تتثقف بيها وأقل حاجة برضو في قيمة الفلوس 10 جنيه تجيب لك برضو مرجع في التاريخ، حاجة في المحاسبة، حاجة في الأدب، حاجة في السياسة ب 10 جنيه برضو. في باكت بيبقى فيه 10 قصص، بتبقى 10 قصص بجنيه، ال 10 ب 10 يعني القصة واقفة بجنيه. وفي باكت بيبقى كبير القصة بتقف عليه ب 2 جنيه يعني ال 10 ب 20 جنيه. وفي حاجات بقى اللي هي بتبقى زي الأميرات المستعملة، الحاجات المستعملة ديت اللي هي ميكي والأميرات وي 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 ومع آخره، في حاجات ب 3 و 3 ب 10 والكلام ده. المهتمين بالكتب فوجئوا مؤخرا بعدم مشاركة سور الأزبكية في نسخة السنة دي من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة وإن السنة دي بتتزامن مع اليوبيل الذهبي للمعرض. لكن أصحاب المكتبات في سور الأزبكية أعلنوا عن مهرجان للكتب هيمتد شهر كامل. جات لنا فكرة المهرجان بعد ما حصلت اختلافات بيننا وبين الهيئة والاتحاد على العدد المطلوب وعلى السعر والكلام ده. فإحنا في ناس كتير، إحنا طول السنة بنجمع شغل، طول السنة بنجمع شغل، وكنا السنة دي مجمعين بكميات أكبر على أمل إن احنا نشترك في دورة اليوبيل الذهبي. فكلنا هنا بنجيب الشغل دوت بيبقى عليه، الناس بيبقى عليها فلوس، فهنعمل إيه؟ فجت لنا فكرة المهرجان ديت بنفس التخفيضات برضو اللي كنا بنعملها في معرض القاهرة، بس طبعا المساحات هنا مش هتدينا الفرصة إن احنا نعرض كل الحاجة بشكل معرض الكتاب. خفضنا اسعار جامده في سور الازبكيه، يعني عايزين مهرجان حلو الناس تيجي لنا ونعمل دعايه اكتر، مش مهم المكسب هو الاول كده هنكسب طبعا. احمد حسن من اسوان اتعود كل ما يجي القاهره يزور سور الازبكيه، اسباب كتير حولت المكان لقبله للزوار من القاهره والمحافظات. الاطفال بقى بيحبوا يجوا هنا دايما، المنطقه دي بيحبوا يشتروا كتب من الازبكيه، فبشتريهم بقى قصص الاطفال وقصص انجليزيه وقصص لغه عربيه لابن مازن ثالثة ابتدائي وابن عيد في كي جي 2. أنا بقالي 22 سنة بأشتري كتب من سور الأزبكية. كتب مش موجودة، يعني مثلا زي كتب أنا بحتاجها في الجامعة فبقى أخدها من هنا. عوامل كتير بتخلي سور الأزبكية محافظ على وجوده كعلامة بارزة وذاكرة حية بتجمع كل محب القراءة والاطلاع والعلم. على الرغم من التطور الكبير في الكتب الإلكترونية والتوسع في الوسائط المعرفية المختلفة، يظل سور الأزبكية له جمهوره اللي بيحافظ دايما على تواجده فيه وبيلبي منه كل احتياجاته من الكتب والمراجع المختلفة طوال السنة. إسلام غنيم، تان تي في. مكملين معاكم سلسلة صناعية الفن وعن الجنود المجهولين في صناعة السينما والدراما اللي من غيرهم الصناعة ما تكملش ودورهم كبير، لكن احنا دايما بيكون وراء الكاميرا أبطال مجهولين. احنا بقى في صباح الورد قررنا ان احنا لازم نلقي الضوء عليهم ونديهم حقهم من خلال برنامجنا. والنهاردة احنا معانا الأستاذ إبراهيم عمران، واحد من أبرز الأسماء في عالم الريجيسير في السينما المصرية. دايما بنسمع لفظ الريجيسير، احنا مش عارفين الريجيسير ده بيعمل ايه بالظبط، ايه اهميته في الفيلم. هنتكلم معاه بقى عن الصنعة، اهميتها، كبار النجوم اللي اتعامل معاهم خلال اكتر من 40 سنة في مجال الشغلانة، الفرق ما بين الريجيسير زمان ودلوقتي يا ترى شكله ايه. تعالوا نرحب بيه ونقول له كل سنة وهو طيب. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم ومنورنا، وصباحك صباح الورد، كل سنه وانت طيب. صباح الورد يا ست الكل، وصباح الفل عليك، وصباح الورد على الساده المشاهدين، وحضرتك بالصحه والسلامه، واهلا بحضرتك. صباح السعاده عليك يا عم ابراهيم، وبصراحه احنا مبسوطين بوجودك معانا، وطبعا هنكون مبسوطين اكتر بالحكايات والاسرار والكواليس اللي حضرتك هتحكيها لنا. بس قبل بقى ما ندخل في الكواليس، خلينا الاول نعرف الساده المشاهدين مهنه الريجيسير او الريجي زي ما بنسمع كمان، هي عباره عن ايه وايه دورها كمان دلوقتي في السينما؟ صباح دلوقتي الورد. وزمان طبعا. صباح الورد على حضرتك، واهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين كلهم. اهلا. الريجيسير ده هو العمود الفقري في العمل ككل، هو المسؤول عن كل كبيره وصغيره، هو مسؤول عن الممثلين، هو مسؤول عن الاستاف، هو اللي بيدي الاوردرات للمكياج، للكوافير، للكاميرا، للاضاءه، للكرين، لكل ما هو خلف الكاميرا هو المسؤول عنهم. بيطلع الاوردر
بياخد الاوردر بيبلغ النجوم عندك اوردر بكره الساعه كذا مشاهد كذا ملابس كذا في الحته كذا ويطلع كومبارس عدد الكومبارس بينفذ الكومبارس بينفذ الادوار السنويه يعني الريجيسير ده هو دماغ المخرج هو عين المخرج هو الريجيسير العمود الفقري في العمل ككل. اختلفت الشغلانه من زمان عن دلوقتي طبعا يعني حضرتك بقالك 40 سنه او اكتر في المجال فتقدر تفيدنا بقى. لا اختلفت كتير قوي 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 يعني زمان الريجيسير ده كان هو عين المخرج اي حاجه المخرج هاتوا ريجيسير يجي له ريجيسير عايز واحد يعمل دور ضابط دور دكتور دور اي دور اذا كان يبقى الريجيسير عنده داتا ايه الداتا بتاعته الاجنده وفي صور زمان كنا بنمشي بشنط معانا فيها صور وجوه جديده سر الشنطه السمسونايت بقى أيوه. كنا بنشوفها دايما مع ريجيسير بس يا ترى فيها ايه محدش عارف حضرتك بقى قول لنا فيها دي ايه دي بقى اسمها الصندوق الابيض للبشر الجديد اللي هو الوجوه الجديده فينا حد غوي تمثيل السعادة. صندوق السعاده زي ما بنقول كده ده هو بيبقى فيها معانا الاجنده فيها عناوين كل الممثلين اللي على بتوع مصر كلهم والاستاف والفنيين في صور للوجوه الجديده في صور لناس عايزين يمثلهم صور للشخصيات بدل ما اقول له تعالى الفيلم فلان فلان عايزك للمخرج والى اخره بقول له يعني انا كنت بعمل احد الافلام وعايزين فيهم بطله مهمه فطبعا بدل ما لسه هجيب له ناس وادي له ناس فقال لي انت معاك صور قلت له انا معايا صور اتفتح الشنطه السمسونايت وريته الصور قال لي انا عايز البنت دي وشها حلو قوي هتعمل دور في يعني ممكن تكون السبب في ان انت كمان تكتشف وجه جديد طبعا ده الريجيسير زمان ودلوقتي شكله ايه وخصوصا ان بقى في تكنولوجي وجوجل والناس كلها راميه صورها على الانترنت طورت نفسك ازاي الشغلانه بقت عامله ازاي دلوقتي هو كل جيل وله جوه كل جيل وله الوقت بتاعه احنا ماشيين حسب التكنولوجيا يعني زمان كنا ما كانش في حاجه اسمها تليفونات كان في حاجه اسمها لازم تروح للممثل البيت يعني افتكر في يوم من الايام كنت بعمل مسلسل في التلفزيون اسمه الهروب الى السجن بتاع الفنان احمد مرعي الله يرحمه والفنان صلاح ذو الفقار ومعانا ممثل الممثل ده ساكن فين ساكن في المطريه في حاره جوه حاره ولازم اجيبه لانه عنده اوردر بكره ومعايا انا العنوان اسم كاتب لي اسم الشارع من بره يعني ما كانش حتى في تليفون ارضي لا ما كانش في تليفون ارضي كنا لازم مؤاخذه انام على السلم لغايه الممثل ما يجي ثاني يوم واقول له عشان اقول له سلموا الاوردر ويمضيلي عليه ويعرف ان هو ده وصل الاوردر ويجي بكره الا زي المحضر كده اكتر من المحضر ومؤاخذه ممكن ما لاقوش خبطه ويمشي انا لازم ابات واجيبه واعرف مين اصدقائه مين اصحابه بيسهر فين بيروح فين دلوقتي بقى الريجيسير بيعمل ايه دلوقتي الريجيسير بيعمل الريجيسير دلوقتي بقى شغل مع احترامي للجمله اللي انا هقولها الريجيسير دلوقتي اصبح مقاول انفار مجاميع بس مجاميع المخرج بس عندنا فيلم وفي 500 600 واحد عايزين 500 600 واحد وحتى كمان يا ريت الريجيسير هو اللي بينفذ بيعتمد على سماسره والسماسره بيجيب سمسار عشان يجمع 500 600 فرد اذا كان في نادي او في مظاهره او في حاره او ما بيعملش حاجه بياخد فلوس على الجاهز وشؤون الممثلين او المساعد برضه مع احترامي للجمله اللي انا هقولها ده يعتبر ساعي بريد مع احترامي لساعي البريد ما هو لا بياخد الاوردر من المخرج المنفذ وبيديه الممثل وشكرا ملوش دعوه مش المجاميع دول بيجوا من الكاستنج ايجنسي يعني بيبقى في كاستنج في كاستنج ايجنسيز عندها اللي هو المين الموديل المين وعندهم لا المجاميع لا ما هو في حاجه صح؟ في فرق في المجاميع في عندك اللي هو مجموعة الحاره الموظف الشيك المتكلم الصامت الكلام ده كله فكل ده بيبقى متوزع من خلال عايز مجموعه مثلا 15 20 فرد الناس ديت ليها حد منهم هيقول جملتين عايز ناس ستايلات معينه بيبقى انا معايا صورهم ببعت للمخرج شاف الصور ديت عجبته قال لك خلاص خلي الناس دي تيجي بنعمل لهم مقابلات اذا كان عايز مثلا يكون قاعده تعمل سكرتيره وقاعده تعمل موظفه متكلمه الكلام ده كله كل ده وليه الجو بتاعه اما بالنسبه زمان ما كانش فيه كده كان المخرج هو عين يعني الريجيسير عين المخرج انا عايز واحد يعمل دور ضابط عايز واحد يعمل دور دكتور واثق فيك انما النهارده ما فيش ثقه بقى في حاجه اسمها دلوقتي ايه كاستنج دايركتور وكاستنج دايركتور ده هو المسؤول عن كل ما هو واحد بيقول سلام عليكم لغايه الورقه لغايه الدور الرئيسي يعني زمان الريجيسير بعينه الفنيه او بنظرته يقدر يحط كمان او يختار الناس المناسبه للادوار كنا بنتكلم ان احنا فتحنا صندوق الفن والسعاده وطلعنا صوره فنانه هتعمل دور فلاحه كانت مين الفنانه دي بقى كان الفنانه ديت كان الفنانه جيهان نصر فنانه جيهان فيلم اسمه زياره السيد الرئيس وكان المخرج الاستاذ منير رادي وكان انتاج شركه رادي قرار الاستاذ محمد رادي والاستاذ سيد رادي والاستاذ منير رادي فقال لك ابن واحد هيعمل دور زوجه حسن الاسمر بنته شاه جميل بريء هتعمل كده وريت له الصور فاختار صوره جيهان نصر فطبعا انا فرحت
انه بيختار من عندي بنت وديت بنت ديت هتبقى بطله في الفيلم. فطبعا كانت بدايتها طبعا كان في البدايه كانت تستعمل لسه ادوار سنويه صغيره وحاجات خفيفه كده على انطلاقه بقى بطوله فدي طبعا كده. رحت انا رايح رحت كانوا ساكنين ساعتها في العتبه, فانا رحت قابلت والدها وقلت له يا عم نصر في عندي في دور ودور بطوله ومع الاستاذ منير راضي والفيلم مع الاستاذ محمود عبد العزيز وحاجه كبيره وفيلم سينما ارض الملعب النجوميه. المهم قال لي ايه, لا هو مش لا يا ابوك بتعمل اعلانات. المهم ان انا عرفت ان انا اقنعه واقنعت البنت واقنعت والدتها وجي معايا راكب الموتوسيكل وكانت بنته على الموتوسيكل وانا ركبت الاوتوبيس كان ساعتها من الصفرنك. كان رحنا العجوزه سبقتهم هناك, كان هو جه ورا مني. المخرج قال لي فين البنت, قلت له جايه ورا مني. فجاه فيش خمس دقايق البنت جت, شاف الصور المخرج شافها انبسط بيها قوي. وكانت من هنا بدايه الانطلاقه, من هنا بقى بدايه عملها طبعا كاستنج ولبسه اللبس الفلاحي فتاة احلام الشباب في التسعينات. طيب احنا لما بنتكلم عن الفنان بقى ابراهيم عمران بنتكلم, يمكن ناس كتير ما تعرفش ان بدايتك اصلا انت كنت عايز تمثل اساسا, كنت عايز تمثل وبعد كده تحولت الى ريجيسير وبعد كده ليك موقف بقى مع اهم نجوم السينما. لكن انا من وانا طفله صغيره في بيتنا كده بما ان اهلي سينمائيين قدام يعني كانوا الله يرحمهم بقى جميعا, كنت اسمع قهوه بعره. ايوه قهوه بعره. ايه قصه قهوه بعره دي؟ اللي ما عادش على قهوه بعره يعتبر مش فنان. رشدى باظ قعد عليها, احمد زكي قعد عليها, فريد شوقي قعد عليها, كل نجوم مصر القدام قعدوا على قهوه بعره. لان كان دايما بنتجمع بنطلع الاوردرات قدام قهوه بعره, بنتجمع مكان وقدام منها في مكاتب الريجيسيرات اكتر من 12 مكتب في بيت كده قديم جنب سينما كوزموس, ودي قهوه بعره قدام منهم. نتجمع بكره الساعه كام, نتجمع على قهوه بعره الساعه كده. لان كمان ما كانش في تليفونات عند الاساتذه الفنيين, كان دايما التليفون ده كان تليفون قهوه بعره. تليفون قهوه بعره فلان بيبقى قاعدين مثلا من الساعه 10 الصبحيه لغايه ما يروح الساعه 12 بالليل, لما عندوش شغل بيبقى قاعد فلان عايز فلان وفلان يتصل بيه على قهوه بعره, فلان عايز فلان. دي مكانها ايه, وسط البلد كانت ولا كان في وسط البلد؟ في وسط البلد. كان في وسط البلد جنب سينما كوزموس. والمكاتب كلها كانت. دلوقتي المكاتب اتنقلت بقت في المهندسين. زمان كانوا حوالي 10 15 ريجيسير وكنا ملمومين ومحدودين. النهارده اصبح مئات من الريجيسيرات, مئات من شؤون الممثلين, مكاتب الكاستنج, مكاتب الكاست بقى. عندك ورش تمثيل, عندك كاستنج دايركتون, عندك شؤون ممثلين, عندك مساعد ريجي, عندك ريجيسير. مع احترامي لكل الشغلانه باظت. كل من هب ودب بقى بيشتغل فيها دلوقتي. مكان لاي حد ممكن يخش. فاكرينها شغلانه سهله, اللي عايز يمثل خش, اللي عايز يشتغل مساعد ريجيسير خش, اللي عايز يشتغل ريجيسير خش, لانها بقت شغلانه تجاريه. واي حد ما عندوش شغلانه هو بيلعب فيها وخلاص, متداري في وسط الزحام. طب خلينا بقى ايه نرجع بقى خالص 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 للبدايات, من بدايه مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. أيوة والموقف اللي حصل وغير حياه عم ابراهيم عمران من الالف للياء. أيوة. يا ريت بقى لو تحكي لنا عن كواليس المسرحيه دي. ايه اللي حصل ده؟ انتوا عايزين عشر حلقات معايا مش حلقه واحده. يا سلام. بس لا ده انت احنا عايزينك تعدي في السريع كده على كل قصه شويه, لان ده لسه في عمالقه هنتكلم. انا اساسا من دمنهور. احسن ناس طبعا. الله يخليك. احسن ناس. ده مرور. انا بطل من ابطال فرقه البحيره المسرحيه, وكنت بمثل وانا عندي 16 سنه. وطبعا جت من الايام قعدت وعملت مسرحيات وبتاع, وقالوا لنا في مسرحيه بتاعت عادل امام, الزعيم عادل امام مع احترامي ليه طبعا, اسمها شاهد ما شافش حاجه, هتتعرض في اكبر مسرح في دمنهور اسمه مسرح قاع المدينه. قاع المدينه ده حاجه جامده جدا جدا عند كده يعني. قالوا لنا فرحنا, وطبعا هيجي عادل امام وهيجي مش عارف عمر الحريري ممثلين كبار. فاحنا فرحنا فدعونا ان احنا نتفرج على المسرحيه ابطال الفرقه. المهم اللي احنا رحنا وبتاع, وخلصت المسرحيه فطلعنا على المسرح سلمت طبعا على عادل امام, فرحت طبعا, مدلع على اوتوجراف. واتعرفت على مين؟ على سمعه لقرع. سمع الأقرع ده اللي كانوا بيطلعوا بيقولوا ينصر دينك يا أستاذ نفيس. أيوه دينك يا أستاذ خليفة. أيوه. فالراجل ده راجل محترم جدا. انظروا إلى هذا الملاك البريء. أيوه هو ده كان يعتبر البداية معايا, إن أعطاني العناوين وقال لي أنت واد بهلاوي أو فهلاوي شكلك كويس وبتاع. صحيح. ممكن تمثل تنزل اسكندرية في مكتب ريجيسير في اسكندرية اسمه محمد الرئيس, ده في محطة الرمل. ده كان بيستقبل أي مسلسلات أي أفلام تيجي في اسكندرية, بدل ما يجيبوا حد من مصر لا كانوا بياخدوا رسالات هناك من اسكندرية. وناس قاعدة في بنك, ناس حبيبة في كازينو, ناس حبيبة. المهم كده رحت له أخدت العنوان, قلت له السلام عليكم. قال لي السلام ورحمة الله. قلت له أنا من دمنهور وأبطال فرقة البحيرة المسرحية, وعرفت إنك أنت في ناس بتمثل. قال لي طب تعالى لي بعد أسبوع. عدى أسبوع الأسبوع اللي جاي, عدى أسبوع الأسبوع اللي جاي, بقيت أروح من دمنهور للاسكندريه, دمنهور اسكندريه, دمنهور اسكندريه, هتجنن عايز امثل. فطبعا جه مره فجه بقى حلم ونفسي احققه من صغري. فجه طبعا فيلم اسمه انهيار. انهيار ده كان بتاع مين؟ كان بتاع الفنان سهير رمزي, سهير رمزي والفنان محمود ياسين. وكان اخراج الاستاذ احمد ياسين. كانوا بيصوروا فين؟
في اسكندريه. رحت الراجل قال لي عندك بدله شيك؟ قلت له قال لي هات لي معاك بدلتين وبتاع. رحت من الساعه كان معاده 8 الصبحيه، انا رحت من الساعه 5 الصبحيه اشوف ممثلين بقى واشوف ناس وبتاع. حصل رحنا على التصوير، فانا واحد قاعد مع بنت كده وبتاع حبيبه كده ومش عارف ايه كذا، قلت له انا مساعد المخرج، قلت له انا عايز اتكلم. قال لي لا هنا مفيش كلام، اللي جايه ناس مجاميع وناس كده وبتاع، يوم شكرا مع السلامه. المهم ايه، قلت اوكي، عملت علاقات مع حد من الاستاف، قلت له انا عايز انزل مصر. فقال لي انزل على قهوه بعره. رحت نازل ايه فين قهوه بعره؟ في الحته الفلانيه. خدت بعض رحت رايح على قهوه بعره، قابلت ناس هناك. راح بقى كان الشعر الطويل بقى والبدل والشياكه والاناقه، فبس اقول لهم انا عايز امثل. قال لي المكتب العماره اللي في الوش ديت مهجوره ديت فيها مكاتب رسالات، اطلع وانت ورزقك بقى تلاقي اوردر ما كانش عندي ده هيبقى عندي ده، ما كانش عندي ده هيبقى عندي ده. المهم طلعت باوردر مسلسل تاريخي، دخلت ريجيسير كان اسمه تركي الهواري. قال لي بتعرف تمثل؟ قلت له طبعا انا بطل طفره البهار. قال لي طب، كتب لي ورقه كده اوردر صغير بكره الساعه 6 الصبحيه عند كريستو ده اخر شارع الهرم، وهتلاقي في ناس هناك هيجوا ياخدوك وبتاع. رحت في مجاميع وفي كومبارس وفي ناس كتير، وانا رايح طبعا بالبدله الشيك ومظبط حالي ما عنديش فكره عن الموضوع. رحت هناك شافوني، قال فين المتكلم؟ قلت له ما انا شاف الورقه. قال لي تمام. قلعت هدومي بدله وقاعدين في الخيم ولبست اللبس اللي هو التاريخي. دخلت اعطوني مشهد وانا فاكر الجمله بقول ايه، لقد ذهبت الى الشيخ يا سيدتي وقالت انا لا اذهب اليها. تقول لي من هم؟ قلت لها انهم غريبان وانهم غريبان ويحملان سره. بتقول لي ادخلهما امر مولاتي. ده كان اول مشهد اعمله وحافظ المشهد طبعا لغايه دلوقتي ذكرى. لا لا تمام، سناخذ من كل رجل قبيله. ايوه خدي بالك بقى من الفيل اللي جاي بقى. لقد انا دخلت هنا خلصت من هنا، قال لك فركش الناس خلصت الصغيره تمام، ادور على البدله بتاعتي ما لاقاهاش. اوبس روحت. انا هروح بايه؟ روحت بلبس تاريخي، بطلون اللي هو السروال وشبشب اللي هو الصبع وبتاع كده من عندهم، مش لاقي البدله. انا مؤاخذه في وسط الهلومه دي كلها البدله ضاعت اتسرقت الجزمه. وانت في لبس التاريخي بقى وفي المواصلات الناس كانت بتبص لك. انا بقى حصل فيه جميل ده، انا حتى ما رضيتش عشان اول مره ربشيت ودقني كده هو عاملين لي دقن وحطيت فيها وراكب الاتوبيس عشان اقول للناس ان انا ممثل عشان تكمل الطقم بقى. مش معقول. انا اقول لهم ان انا بس المهم ايه، روحت بالطقم. رحت كنت ساكن ساعتها ايه في فندق ساعتها. لا ده انا حياه كتيره يعني. الراجل قال لي ايه ده يا استاذ وبتاع، ما كانش لسه في استقرار. ما كانش في استقرار. كان يوم فيه 10 بس فندق. ردود فعل الناس في الشارع ايه وانت ماشي كده باللبس التاريخي؟ وانا بقى عادي بقى، انا فرحان بقى ممثل بقى، عشان انا كل ده عشان الناس تشاور عليا. طب ليه عمرنا ده ممثل؟ طيب احنا لما بنتكلم على الممثل العالمي عمر الشريف، حسن ومرقص وليك مشاركه في هذا الفيلم، لازم نتكلم عن ذكرياتك مع عمر الشريف، لكن بعد ما نشوف المشهد اللي جاي ده ونرجع مره ثانيه. فيلم حسن ومرقص اللي شفنا منه مشهد دلوقتي هو فيلم علامة من علامات السينما المصرية الحديثة، واللي طبعا بيتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الوحدة الوطنية بين المصريين أو بين الشعب المصري كله اللي ما فيش ما بينه وما بين يعني ما بين بعضه أي اختلافات. طبعا أكيد هيكون في كواليس وهيكون في ذكريات، عم إبراهيم هيحكيها لنا ويقول لنا يا ترى إيه بقى اللي كان حصل ورا الكاميرا، وخصوصا في المشهد الصعب ده لأنه ده كان الماستر سين في الفيلم. المظاهرة دي أولا في مسلسل الفيلم ده مش كنت أنا اللي عامله، كان زميل اسمه أحمد حسن. دول كانوا 1000 كومبارس. 1000 كومبارس. عدد كبير كمان. طبعا. فطبعا اليوم زي ده بيبقى محتاج ناس بتجري بتتحرك بتساعد، ناس هتلبس، ناس بتجري تجمع المجاميع، وقف الناس، هات الناس، وناس صوتها عالي تزعق. وطبعا ده عايزين سيطره. ومعروف في الوصف الفني ان انا الحمد لله رب العالمين من احسن الناس، مش بغرورا بكلم في كده، ان انا بعرف اسيطر وبحب الاداره صح على مع المجاميع بالحب طبعا وبالصداقه وبالشغل. كنت لسه هقول لك ده، هي بس مجرد يا عم ابراهيم الناس تشوفك تحبك وعلى طول يسمعوا كلامك على طول كله بالحب طبعا. فطبعا جه الريجيسير زميل احمد حسن قال له ابراهيم انا عندي 3 ايام في فيلم بتاع حسن ومرقص وعايزك تيجي تساعد معايا. ساعتها ما كانش عندي شغل. قلت تمام، طالما في لقمه عيش وفي شغل انا تحت امر الشغل. صحيح. واحترم اي حد يقول لي في لقمه عيش اعمل لك ايه تحت امرك. لكلنا بناكل عيش مع بعض. ايه اللي حصل بقى مع عمر الشريف؟ المشهد ده كان بيضربوا بعض ويعوروا بعض وبهدله والى اخره. وفي مولوتوف في كده. فجاء بعد كده بقى ايه، المخرج عمل ستوب يعني 5 دقايق بريك للناس تستريح، راجل مشكور انا عايز اريح الناس والى اخره. فطبعا عمر الشريف واقف، فانا طبعا شفته، فكان معايا عم احمد مساعد بتاعي، فقلت له هات كرسي بسرعه للاستاذ عمر. قلت له استاذ عمر بعد اذنك كرسي تستريح بس عشان خاطر الله. قال لي لا والله. قلت له يا استاذ. قال لي لما الناس المجاميع دي تقعد ابقى انا اقعد. الله. قلت له يا استاذ برضه عشان خاطر انت تعبت. قال لي لما الناس تقعد ابقى انا اقعد. مش شاكرين يا عم عمران وبتاع يا اخوان. احنا بنتكلم على البريك بقى يا عم عمران. نعم. البريك بقى الاكل والشرب والحاجات دي المجاميع
والممثلين والله هو طبعا الممثل ممثل بيبقى طبعا الستايل والكرفان بتاعه اللي حاطه. انما بالنسبه للمجاميع في اوردر زي ده بيبقى الريجيسير متفق مع الانتاج هل هيجيب لهم بريك ولا هيدي لهم بدل مع الاب. ايوه ده حسب الاتفاق معاه. طيب لما بنتكلم عن اسطوره السينما المصريه احمد زكي وانت ضربته بالقلم يعني الموضوع كان ازاي اما نقول يعني عم ابراهيم عمران ضرب اسطوره السينما المصريه احمد زكي بالقلم والقلم كان بجد ايه الحدوته دي؟ ده بنعمل فيلم الله يرحمه طبعا فنان جميل وفنان يعني كله احساس فيلم اسمه البطل. البطل ده كان بتاع الاستاذ مجدي احمد علي المخرج وكان مدير التصوير الاستاذ طارق التلمساني وانتاج الاستاذ سامي العدل وانا ماسك الفيلم يعني الحمد لله كان بتاع الاستاذ محمد هنيدي وبتاع الاستاذ مصطفى قمر والاستاذ احمد زكي ومجدي الخطيب ومروه حسين مجموعه كبيره يعني. المهم جاي في دور احنا قال لك ابراهيم في عندنا دور ظابط تقدر تعمله ومساعد المخرج قلت له طبعا ده انا ممثل اساسا بحب الشغل عندنا صوره الدور هي على الشاشه فرد قال لي طيب تعال اقعد معايا قعدت معاه حفظت المشهد قال لي عايز اداء وهتضرب احمد زكي بالقلم وبتاع وجال المخرج ومدير التصوير والمنتج قال له بس انت الوحيد اللي هتضرب احمد زكي في مصر هتتشهر هتاخد شعبيه جامده من الصاله وسكسهات وبتاع وضربت احمد قلت له ايه سخنت قلت لهم انا جاهز يلا جابوا لي اللبس والطربوش وبتاع فين انا مستعد للقلم انا جاهز لاي حاجه احمد زكي يا جماعه احمد زكي ده هرم طبعا هرم طبعا هرم السينما المهم حصل جينا عملنا بروفه وبتاع جاهزه كده جه احمد زكي قال لي يا عمران قلت له ايوه يا استاذ قال لي انا ما بهزرش في الشغل عايزك تضربني قلم زي ما قال الكتاب يا خبر ده هو اللي طالب لان المفروض ان محمد هنيدي جري بيجري واحنا بنجري ورا منه وعايزين نقتله وده واقف في باب الشقه من جوه وبقول له اوعى من على الاوضه قال لي لا قلت له اقول لك اوعى لا قلت له بقول لك اوعى من على الاوضه يا كلب رحت واكله بالقلم بس بشويش شويه قال لي نعم يا استاذ قال لي بقول لك اضربني بالقلم بجد اتعصب اتعصب لما ضرب القلم بالراحه فعلا قال لي اضربني بجد يا خبر انا بينه وبينك انا اتكهربت انا كان معروف عنه لما بيتقمص الشخصيه بيدخل جواها فعلا جه بقى الاستاذ مجد احمد علي والاستاذ الاستاذ الاخراج والانتاج قالوا لي ما تخافش انت ممثل هتتشهر سخنت اكتر وانا داخل بقى رحت زقيت الشقه اتخبطت في العظمه في رجليا في السفره حسيت بقى في دم نزل منها وانا مش في وعي قلت له بقى اقعد من على الاوضه قال لي لا قلت له بقول لك اقعد من على الاوضه قال لي لا قلت له بقول لك اقعد من على الاوضه يا كلب رحت ضربه بجد قلم بجد لقيته راح ضربني باليد في صدري بجد قلت له اي قال لي نعم قال لي يا استاذ قلت له اصل ضربتني جامد يا استاذ احمد قال لي ما انا هطبطب عليك طب ضربني بالقلم فلازم ادي اضربك عيد تاني لا والله أولا. يعني هو عاد المشهد بقلم بجد تاني عشان انا هو ضربني انا قلت اي ضربني بجد دي كان كام ده كان بيلعب بوكس اساسا وخدت بوكس تاني حقيقي خدت بوكس دي انا ما قلت اي عملت ستوب جه بقى قعدوا المشهد جه المخرج قال لي بص المفروض انك انت بتضربه وبترجع هسه كده عشان خاطر لما ايده تيجي بتبقى ايه بره ما تجيش كانك جبت الصدر وبتاع فعملت ده فقال لي طب برافو عليك يا عمران وبعد ما خلص راح اعطيني 50 جنيه وبتاع مكافاه وطبعا في الوقت ده 50 جنيه ده مبلغ عشان ضربه بجد ضربته بجد عشان اتقنت الشغل لان في ناس كتير بتعيد 50 مره 30 مره انا 3 مرات بس مره انا ضربته بحنيه لان قلبك مش متوقع وبعدين جبته قبل ما ننتقل يعني لنجم اخر كنت اسمع وكنا نسمع كده انه النجم احمد زكي كان لما بيبقى شغال في فيلم متقمص شخصيه من وهو داخل اللوكيشن عضلات وشه نفسها واخده ملامح الشخصيه هو فنان كل المقاييس اللي انت عايزاها كل حاجه بيخش متقمص 100% بس لما بيتعايش خلاص بتتحسه شخص تاني هو من اول ما بيدخل يعني انا اقول لحضرتك على حاجه كنا في فيلم اسمه الامبراطور وفي نفس الوقت كان هو ساعتها قاعد في فندق في وسط البلد فروحت انا اجيبه واجيب ينزل الشنط بتاعته وحاجته وحطها في العربيه وبتاع ويلا يا استاذ يلا بينا وبتاع والله العظيم اقول لك كده فقال لي خلاص نزلوا الحاجه عند الراجل السواق خلي السواق يسبق هو وانت تجيلي نزلنا حاجه وطلعت نزل قلت له يلا استاذ العربيه واقفه تحت وبتاع وكده قال لي عربيه ايه؟ قلت له عشان نروح التصوير مصطفى وسط البلد قال لي لا يلا بينا خدها على رجلينا خدها على رجلين من رمسيس من عند المهم من عند ميدان عبد المنعم رياض لا هو قال لي يلا بينا نروح اهوت بعرها قلت له يا استاذ احنا عندنا تصوير قال لي انت مالك؟
وراح له بعض. طب التصوير بيدور علينا وما كانش لسه في تليفونات ولا في كلام زي كده. مفيش موبايل ما فيش. ده يدور علينا شمال ويدور علينا مين. قعدت شربنا شاي وشربنا حاجات ومدير الانتاج بيدور علينا. فجاي المدير الانتاج راح يشرب شاي في على القهوه او الضاره لقنا قاعدين فبيزعق لي. قال لي انت ازاي الممثل معاكم؟ قال له طيب. قال المدير قال له انت مالك انت ماله؟ قال له تعالى اقعد هنا. قلت له استاذ كده هنمشي كده من العمل يا استاذ. قال لي مالكش دعوه انا مش امك انت معايا. المهم شمال يمين. بعد ما خدت كيف شرب الشاي وظبط نفسه قال لي بينا نروح التصوير. ايه رايك بقى يا عم ابراهيم نروح نشوف لك مشهد من فيلم الحاسه السابعه واللي انت شاركت فيه ونرجع على طول. يلا بينا. الله طول عمري بشجعه انا. ستوب يا كابتن يحيى. استنى انا لسه ما كملتش. مش المهم عندي انت يا استاذ. المهم عندي انت يا بطل. يا ريت تصور مع جاب تلميس حلو من تلميذك دولت يا بطل. لا الولد ابو نضاره يرجع ورا. شكلك وحش مش عاجبني. النضاره دي مش مظبوط عليك. يلا ورا. حاضر. ايوه حلو قوي هو ده. ثابت. ستوب. شفنا مع بعض مشهد من الحاسه السابعه وعايزين بقى نتكلم عن هذا العمل ومشاركتك فيه. ده كان فيلم دمه خفيف جدا جميل. كان اخراج الاستاذ احمد مكي هو اللي كان المخرج على فكره. وطبعا كان بطوله احمد الفيشاوي ويوسف داوود مجموعه كبيره. فجي دور المخرج فبص لي كده المخرج احمد مكي ممثل جميل. فقال ابراهيم في دور مخرج والطير عجبان اول باريه اللي انت بتلبسه ده. قدام بلبس الباريه وبلبس الكوفيه والبلطو. قال لي عجبني الستايل بتاعك ده. يلا بكره انت هتعمل معايا دور مخرج. قلت له تمام يا استاذ. خدت المشهد والكلام وحفظت المشهد وعملت المشهد زي ما هو عايز يعني. الفيلم كان دمه خفيف يعني وكده. هو فيلم بصراحه كان حلو جدا جدا. ده يخليني اسالك اكتر مخرج اشتغلت معاه وحبيت الشغل معاه جدا. كان دمه خفيف كان طيب مثلا بيتعامل مع الناس ازاي. مين اكتر مخرج زمان ولا النهارده؟ الاثنين. خلينا في زمان طبعا الاثنين. الاول انا كنت احب نياز مصطفى قوي الله يمسيه بخير. طبعا الاستاذ نياز مصطفى كان طيب جدا ولذيذ وبشوش. حتى لو الممثل اتاخر ومحدش جه كان بيعمل ايه؟ يصور العصافير او يصور اي حاجه فركش اليوم اتحسب للعمال. زمان كانوا يشتغلوا خمس ايام هو الاسبوع. اسبوع كله يومين يعتبر نص اسبوع عشان الناس تقبض. ايوه كان في طبعا اشتغلت مع ناس كتير. حرام مات مقتول في شقته. الله يرحمه. طيب لما نتكلم عن بقى عبقري السينما في الاخراج المخرج العالمي يوسف شاهين. عمال الله قول بقى ده مدرسه الذكريات الجميله والناس الجميله. احنا بنتكلم. عملت مع الاستاذ يوسف شاهين فيلم سكوت هنصور. الله. وعملت معاه اسكندريه نيويورك. وعملت معاه هي فوضى هو مع الاستاذ خالد يوسف. وكان في فيلم بيتعرض بالليل اسمه جميله ابو حريت بتاع ماجده لما عذبوها وقصوا شعرها. الفيلم ده شوف الاحساس عامل ازاي. شوف الدراما عامله ازاي. انك انت قاعده بتصدقي الممثل مش ممثل قدام منك بتصدقي موضوع بحقه وحقيقي. من منظورك انت بقى يا عم ابراهيم لان انت اشتغلت مع عمالقه في تاريخ السينما سواء اخراج او ممثلين او 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 ان احنا بنقول يوسف شاهين مخرج عالمي ايه اللي بيميزه وخلاه عالمي من وجهه نظرك؟ كل واحد وليه دماغه، كل واحد وليه عصره، كل واحد وليه فكره. انا ممكن ابقى عالمي في ثانيه من كتر التكنيك، التفكير، الموضوع، الشغل، اعرف ازاي بظبط شغلي، ازاي بعرف اعمل اداره شغلي، بعرف اوصل اللي انا عايزه. انت في مشهد قلت له انت عيطتني يا استاذ. ما هو اقول لحضرتك ما هو ده اللي انا بحكي لك القصه بتاعت ان هو كان بيعمل سكوت هنصور. ايوه. وروحت كان بالليل الفيلم بتاع جميل ابو حريد. ايوه. اتفرجت عليه. انا عيطت فعلا. جيت ثاني يوم فقلت للاستاذ يوسف قلت له يا استاذ انت ليه عيطتني امبارح يا استاذ؟ قال لي انا عيطتك. قلت له قلت له فيلم بتاع جميل ابو حريد. ايه الدراما وايه الشغل وايه العسل ده يا استاذ؟ قال لي عجبك؟ قلت له فبص لي كده راح عامل لي كده. قال لي تمام. يعني ايه الجو اللي احنا بنشوفه ده؟ ايه الدراما اللي احنا بنشوفها دي؟ ايه الشغل الخطير ده؟ مش النهارده محترم كل عايز يحفظ الجملتين ويقول. زمان كان في احساس، كان في مشاعر، كان في اداء، كان في تمثيل، كان في صدق. النهارده ما فيش صدق. النهارده حافظ يلا خش شكرا اللي بعده. موضوع اصبح موضوع تجاري وليس فن. طيب بالكلام عن المخرجين خلينا برضو نروح للمخرج الجميل خالد يوسف. وبرضو اكيد في كواليس مع حضرتك ما حدش يعرفها خالص. يا ريت برضو لو تحكي لنا عنها. لا انا الحمد لله رب العالمين انا الوحيد اللي عمل افلام الاستاذ خالد يوسف كلها. استاذ خالد يوسف من الناس الجميله جدا. ابن بلد، جدع، ادرجي، مفتح، كل الصفات اللي انت عايزها من ابن البلد. ابن بلد صح. هو خالد يوسف ابن بلد صح. بيعرف ازاي يتعامل مع الممثل، بيعرف ازاي يتعامل مع الاستاف، بيعرف ده حضرتك اللي جنب استاذ خالد يوسف. ده انا كنت ده فيلم الرئيس عمر حرب. كنت انا برضه بعمل فيه دور خليجي. وحصل موقف بيني وما بينه في الفيلم ده. وانا ما كملتش تمثيل على فكره.
يعني حصل موقف كان المفروض ان هو في حد بيرمي فلوس وبعدين انا بقول مصاري يا ربي مصاري مصاري فانا عينيا جت في النن جه في الكاميرا وفي كاميرا كده اهو فقال لي ستوب قال لي انت بتبص للكاميرا قلت له لا انا ما اقصدش راس دي بروفا قال لي بروفا زي التمثيل عندي راح جنب مني وقعد جنب مني على المونيتور قال لي شايف نفسك قلت له والله ما اقصد انا ببص للكاميرا ده انا مصاري يا ربي مصاري مصاري انا بقول يا رب انت تخلي فوقي خلينا بقى نتكلم عن النجوم اللي كنت سبب في اكتشافهم يعني احنا عرفنا مبدئيا جيهان نصر خلاص مين تاني؟ لا مين في اللي كتير. كنت السبب في شهرتهم ولا في شهرتهم هو ده رزق طبعا وده كل واحد بياخد رزقه وربنا ما بيكرم بس ربنا بيجعلنا اسباب ربنا بيجعلنا اسباب لبعض مظبوط يعني كنت سبب بقى في الخير على مين او كنت وش الخير على مين؟ طب انا اقول لك على بنعمل فيلم اسمه كف القمر كف القمر طبعا بتاع الفنانه وفاء عامر كان معانا استاذ خالد صالح استاذ ياسر المصري الله يرحمه فنانه جميله بنت البلد وفاء عامر جميله جدا جدا قاعد انا وهي في الاوضه والله العظيم زي ما بقول كده قاعدين انا وهي في الاوضه في الاقصر ومعاها المساعده بتاعتها قالت لها صدقي يا فلانه ان عمك ابراهيم ده ياما شغلني معاه في المجاميع قلت لها ما تقوليش كده يا استاذه انت طول عمرك استاذه وخريجه معهد شوفي ومن ليس له ماضي ملوش حاضر الانسان اللي بيتكلم عن ذكرياته بكل حب وتقدير مهما كان هو ايه والنهارده بقى ايه وفاكر الذكريات القديمه ده ليه يعني كل خير ومحبه قلت لها ما تقوليش كده يا استاذه انت طول عمرك استاذه وبتاع مين اسامي تاني محمد هنيدي النجم المتالق دائما بداها من الصفر وهو اعترف بنفسه وقال انا اشتغلت كومبارس ومادام هاله فاخر قالت انه هيشتغل كومبارس مش عيب ان الانسان يبدا صغير وربنا كرمه وعطله ويوصل النجوميه ما كانش عنده تليفون بالظبط انا كنت بتصل بيه كنت بتصل بيه عند الجيران وكان بيجي عاد الجيران يقول لي يا عم ابراهيم احنا عايزين نمثل اشمعنى الراجل القصير اللي معاكوا ده وبتاع وكلام ده بس على فكره دي تحسب له يعني اي فنان هو بيعترف صح ان انا اشتغلت كومبارس واشتغلت ادوار ثانويه وده بيقول لحضرتك شهاده الانسان يعتز بيها ان هو يعني ومن ليس له ماضي ملوش حاضر لا بس بقول لك ايه برضه نجم النجوم بس يا ابراهيم يعني مش كل الناس كده ده كان في موضه كده انا فاكره في مجلات زي الموعد واو تبص تلاقي شويه رقصات يعني مع احترامي للرقصات وفنانات على عيني وعلى راسي تقعد كل واحده تطلع لك بقصه تقول لك انا جدي كان باشا وكنت في مدرسه ما اعرفش ايه واتقلب حالي لا سالونا احنا بقى اهل احنا بقى كرجيسير هو كاشف الاسرار عارف مين ساكن فين عارف مين ده اصله ايه بدايته ايه نهايته ايه بيصرف فين بيروح فين كل حاجه موجوده عندنا اشتغلت واحنا غطر وسطع عليهم كلنا اسره واحده اشتغلت مع محمد رمضان محمد رمضان ده يعتبر الصديق الوفي لا والله كلمنا عن جدعانه محمد رمضان كده سريعا لا لا محمد رمضان ده ابن بلد زي احمد السقا ابن بلد و لا ناس كتير وكريم عبد العزيز حد شباب جميل الواحد بيتفائل بيهم في كل حته بيروحها كفايه الحب والاستقبال يعني اقول لحضرتك محمد رمضان انا شفته زمان كان بيجي لنا المكتب في عماد الدين وعايز يسرع على شغله بيجتهد وبيجري طبعا طبيعي الواحد يبدا بسيط وبعدين يكبر طبعا فهو عاجبني كفاحه ان انا وصل للنجوميه الكبيره والعظمه بتاعت ربنا ربنا ما بيديش لواحد كده بالسهل ربنا بيدي يعني مش حقيقي اللي بيتقال عليه انه مغرور لا 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 اسالوني انا يا جماعه محمد رمضان اجتهد تعب شقي شاف اللي هو ما شافوش ولغايه ربنا كرمه وخد دعوات والدته ووالده وربنا وصل كرمه ووصل اللي هو فيه شكرا جزيلا عم ابراهيم عمران انا بس عايز اقول حاجه فضل. انا بشكر مراتي ده اهم شيء انها وقفت معايا السنين دي كلها وتعبت وعايز اقول لها كل سنه وانت طيبه عيد ميلاد زواجنا الشهر ده يوم 20 باذن الله الله كل سنه وانت طيبه يا زوجتي الحبيبه وربنا يبارك فيكي وفي ولادك ويكونوا في احسن اولاد ان شاء الله يا رب كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما عايشين مع بعض في سعاده وحب وهنا كل سنه وحضرتك طيب عم ابراهيم عمران كان معانا وكان ضيفنا ريجيسير من اهم الناس اللي اشتغلت في الشغلانه دي من 50 سنه عرفنا كواليس وعرفنا حكايات وحاجات كتيره جدا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا الله يخليك وانا شاكر لحضرتك وشاكر للساده بس عايز اقول حاجه لمصر بقى اتفضل بقول بحبك بحبك يا مصر يا حريه ده انت روحي وعينيا وجهد وإيديا يم البلاد العربية يا مصر يا حرية وتحيا مصر تحيا مصر صباح الورد الله عليك الله عليك وأحلى ختام وإحنا مكملين معاكم كل أسبوع وصنايعي جديد من صنايعات الفن في صباح الورد وصلنا لنهاية حلقتنا بنشكركم لحسن المتابعة بكرة إن شاء الله هنلتقي في معادنا ساعتين من قبل دلوقتي في صباح الورد.